السلام عليكم، معكم هادي كالعادة في فيديو جديد. اليوم فيديو الأولاني من أحسن أنواع الفيديوهات اللي عجبوني في الشارع، عخاطر حس روحي قاعد نحكي معكم مش نقدم في موضوع معين. نبدو بأول سؤال من عند معتز الدريبي وين تسكن؟ الكل هترفع على حومها وانا باش نغني على حومتي، باش نغني على سكتوري رفيها سي ان جي هذي للحم والشمعة. يا اخي تحبتك اللي قوتي، يا اخي شبيك يا اخي شبيك، يا اخي تحب تسرق لي صوتي كلها. اللي حاب يكمل يسمع الغنية لينك ان ذا ديسكريبشن. بيج اب نورين، كيف جو. سؤال ثاني من عند شيماء رحيمي، شنو هو بروجرام كيفي في الفيتور؟ انا واحسن في العمل نحب نخدم الحاجة اللي نحب، معناها نحب ندخل الفلوس للحاجة اللي نحبها، ونحب زادة نوصل لمية ألف أبوني في اليوتيوب. يعني بك طابق، بكم طابق. للعباد اللي تضحك توجي نهار، ونرجعوا للفيديو هذا ونذكركم فيها اللحظة هذه. أنا هو أحسن فيل عندي، أنا هو أحسن فيل عندي في الجنوب أفريقي. نتعدى لكستيون فيل، شعرك ناتوريل ولا من عند ورغي فرح؟ عملوا ستيرويد زريرق وبوتوكس. يسارك تعدوا للسويل الرابع، وسيم جنون قلت حبي هذا لوين تحب توصل بالمسكلاسيون؟ بودي بيلدينج مينز فيزيك حاجة من هذا. انا قاس طبعا، والحاجة اللي نتمناها اللي الباك تعدى في ساعة نرجع نترينا ونهزكم معايا للصال، وبنعمل برشا فيديوهات، نرجع نجد فيديوهات تاع مسكيلاسيون. نعرف اللي برشا عباد يحبوه تيب هذاك تاع الفيديوهات، ان شاء الله يتعدى الباك فيه. وين نحب نوصل بالمسكيلاسيون؟ المسكيلاسيون ستيل دو في، وانت تعرف هذا وسيم. انا نحب نعيش ستيل دو في هذاك، وبالطبيعه في الفيتنس خاطر ما يعجبنيش برشا البودي بو. نتعدوا للسؤال الخامس من عند فادي جلالي، قداش قعدت باش وصلت للدم اللي انت تحب عليه؟ وسنا باك شنو كيبيتا واصل فيه تريني تعامل نص وما وصلتش للدن حاجتي بيه، نزيل قدامي برشا للدن حاجتي بيه وسنين بغتكني. نتعدل السؤال اللي بعده من عند ايوب مليكا، من وقتها عامل شين يوتيوب قد عمر؟ عامل شين يوتيوب عندي 6 شهور كيكا، وقد عمري 18. نتعدل السؤال اللي بعده طاهر عبدو، تفرج في مكي لاي اور سفر؟ تفرجت في شويه من فيديوهات مكي، الحقيقه عجبتني خدمته على الاخر، وعبد يستحق اكثر من نومبر دابوني اللي عنده، واعطاه لليوتيوب التونسي برشا برشا برشا. كتاب مكي وان شاء الله توصل لحاجتك. بالنسبه لكلاي ما يعجبنيش، سفر يعجبني ستيلو ويعجبني غناه ونتبع فيه عندي برشا. نتعدوا للسؤال اللي بعده من عند ادم نيش، ولد عمي هذا، شنو تعشيت اليوم؟ اوكي. نتعدوا للسؤال اللي بعده، شكون احسن يوتيوبر عندك؟ وجو بروور. احسن يوتيوبر عندي لوجن بول، دايلر، وبرشا يوتيوبرز مغاربة يعجبوني على الاخر مغاربة خاطر سيبورتو في بعضهم طالعين مع بعض. نتعدوا للسؤال اللي بعده من عند امل، علاش ما تعملت تشالنج؟ ما نعملت تشالنج خاطرني قاعد نخدم وحدي ونحارب في اليوتيوب وحدي، ما فما حتى عبد نجم يجي معناها يخدم معانا. نتعدى للسؤال اللي بعده من عند كامل، كيفاش بديت اليوتيوب؟ فما حاجه ما يعرفها حتى عبد عليا، يعني هم اللي تبعوا فيا طبعا. اول ما بديت اليوتيوب بديته كجيمر، اي نعم جيمر. بديت عام 2014 نهبط في جيم بلاي على اليوتيوب، ما كانتش تعمل ديفيو، كانت 200 300 حاجه كيكا. نعم في ريفريش 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 يتزاد نمبر ديفيو حاجه كيف هكا، ما كانش عندي لا ابوني لا ظهر لي 600 ابوني حسيلو. اما كنت بالرسمي الماركي في بونتويت هايلين على الاخر في الفيفا، كنت نلعب ياسر سنكليت
وكنت نلعب في برشا وعبرة. في الوقت هذاك في سيم تاعي يتسمى طيارة علف كاتشي كاران رانت المجدي جرافيك حاجة هيلة في الوقت هذاك. أما تو ما عادش نقد جيم بلاي وما عادش جيمر خاطر ما عادش يخدم لي الجو على انجدول. ومن بعد فسخت الشير وعندي 4 سنين نخمم باش نقد شي يوتيوب. أما قاعد نقول لروحي تو تشري كاميرا تو تشري دي زيكيبمون تبدا بيهم اليوتيوب. سنة قلت صحيح لازم نبدا ما عادش وقت ونبدا حتى التليفون وبعد تو يستاهل نرب. هيك هاو بديت التليفون قلت هاو التليفون وان شاء الله نشرو كاميرا. نتعدى الكويستشن اللي بعد من عند سمر سو اون كوبل او نو كانت نو بوركوا سيليباتي. كتش الطفلة تعجب. وهكا نكون وصلنا لاخر الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم كيو ان اي. وما تنسوش رواديه كل من الانستغرام معناها كانت ماكش عامل ابوني في الانستغرام اهو الانستغرام بتاعي اعملي فولو. وكانك انتي اول مرة تتفرج فيا اهبط اللوتا وانزل ابوني واعملك الجرس ولا شو اسمه ذيك حصل واعمله مش كيابت جديد بجيك نوتيفيكاسيون. بالنسبة اللي عامل ابوني من قبل يزيد هو يهبط ويعمل الجرس على خاطر فمع بيت يقولوا لي ما تجينيش نوتيفيكاسيون كي تهبط جديد. واليوتيوب ولا يخدم بالبرنسيب لازم اعمل الجرس باش تجيب نوتيفيكاسيون. سو اهبط واعمل الجرس والسلام عليكم.